خلاص اونفو هنا كنحضروا بعين المكان حصريا. كنلقاو عمال ديال شركة هنكول كيخدموا بيدهم يعني اسيدي كما كتشوفوا الشركة اللي واخدة واحد الصفقة، ولكن العمال هانتوما كتشوفوا انا الماتريال ما كايناش، كيخدموا باليد ديالهم صوبا كما كيسميوها. هنا في قرن 2021 الازبال كتجمع باليدين. خصوصا ان احنا دابا لازلنا في حالة اضطرارية ديال الوباء ديال الكورونا. كنشوفوا العمال كما كتشوفوا الان كيشتغلوا باليدين ديالهم بدون كمامات، معرضين لإصابة الامراض المعدية من طرف الازبال بلا ما نهضروا على المرض ديال الكورونا اللي كنشوفوا بان في الازبال كيتجمع حتى الكمامات كيتهزلوا نظرميا. يعني العامل ما كيحني راسو بحال هكذا معرض لجميع الامراض كما كتشوفوا. حنا بيدنا واقفين معاهم والريحه غلبتنا ديال الازبال. شرف الله قدركم. اللهم هذا ملكك كما كيقولوا احد العمال صادق الطارو اللي كيشمو فيه بعدا ما عندوش الروايد كاع. هانتوما كما كتشوفوا العمليه داوي هز وعطي. كما كتشوفوا والعمال كما درناه سبقنا درنا معاه في لاراش اون في واحد الحوار انهم اللي كيخشى عليهم يخدموا هي المدينه العلاج ديالهم اللي كيتقاتلوا عليها باش انها تبقى دائما نظيفه، رغم ان المسؤولين ديال الشركه ما كيتحملوش المسؤوليه تجاه العمال. كما كتشوف واحد الصفوره عنده في يده العامل تلقاها في شي حاويه الازبال. احد العمال ساخط كما كتشوفوا الان منطقه فارغه الازبال كامله تجمعات باليد يدويا. كما كتشوفوا علينا امل قدام من الاخوان. شكرا لكم متتبع لاش اونفو، نتمنى لكم تبارطاجيو معنا هذا اللايف هذا باش يوصل لاعلى مستوى خصوصا السيد العامل. لاش اونفو هنا ما كنشوفوا الان هنا في المغرب الجديد. كنشوفوا سيدي بان هنا دابا شركه هنكول دائما اللي كياخذ الطاق هو العمال. العمال النظافه الان هما كيعانيو، يعني ملايير ملايين ديال الدراهم اللي تعطات للشركه هنكول، ولكن كنشوف هنا العمال دابا هو العامل هو اللي ولا كياخذ الطاق. الشركه تدي الفلوس والعامل كيخدم فابور. ها انتم كتشوفوا ما كاين حاويات ما كاين والو ما كاين بالات كاين على الكراطن، وفي الاخر ملي كيجي العامل يطلب الثمن ديالو ولا كيطلب الخلصه ديالو ما كاين اللي يعطيها له، كيصبح كيدير مظاهرات كيصبح واقف باب البشويه. ها انتم كما كتشوفوا حنا في بالعرائش وراء مقر الجامعه الجديد مدينة العرائش. عيب وعار. انت دائما العامل النظافه كما كيقول واحد الصحفي في العرائش الكادحين دائما هما اللي كياكلوا الدق، اما كموظف ما كياخذش الدق بحال هذا. موظف كالس البيرو ديالو عاكسني، ولكن الكادح هو هذا العمال اللي كياكلوا الدق. ها انتوما كما كتشوفوا
ولينا الاعمال داكشي البدائيه خدامين مع الشركه ديال هنكول، كتشوف العمال خدامين فابور مساكين، والروح ديال مدينه بالعرائش هي اللي كتحركهم باش ينظفوا المدينه. وانا كما كتشوفوا لا راش اونفو دائما في الحدث، حنا حاضرين لا راش اونفو دائما حنا حاضرين معكم في الحدث، وتحيه لعمال النظافه بمدينه العرائش. هادشي اللي كيبان لنا كما قال العامل، لا كاميونات لا ماطريال لا والو، ودائما كتجي في الدار ديال العامل. كنحضروا اليوم في هاد الوقفه التجريبيه ديال العمال. السي انور، اول حاجه بعدا يعني باش تبداو الوقفه بداو المنافسات الاول، يعني انتم حسب اللي كنشوفوا انك قانون الشغل ديالنا العامل النظافه، واش كتستافدوا منه انتم بعدا؟ اول حاجه قانون الشغل هنايا في الشركه ما مطبقش بتاتا، ما كايناش ادنى الشروط ديال العمل ما كتوفرش عند الخدامه هنايا في الشركه ديال هنكول. زائد كنسجلوا الغياب ديال صاحب الشركه، صاحب الشركه غايب على الشركه مره ما كيجيش يشوف، مخلي هنايا مسؤول على بارك ماشي كوف ما قاريش، ما عندوش واحد مستوى لا يأهلو انه يسير هذا المرفق هذا. على داكشي كنشوفوا ان جميع الشاحنات هما خاسرين، ملي كتهضر معاه غير كما قلنا يعني في القضيه ديال القانون الشغل، غير دابا يعني يعني كديبو هذا ولا كمقر ديال شركه هنكول، واش فيه المرافق كما نقولوا الصحيه، طواليطات، بلاصه الملابس، اي حاجه اللي يحتاجها العمال من جهنا؟ هذا الشيء هذا كامل ما كايناش، ما كتوفرش عليه الشركه. هو المستودع ديال الشركه عباره عن كراج، عن كراج كما كتشوفوا، هو عباره عن كراج، ما فيه لا دوش، ما فيه لا بلاصه ديال مكان ديال تغيير الملابس، ما فيه لا مرافق صحيه لا والو. حنا خدامين هنا عشوائيين. بالاضافه الى هذا الشيء هذا، غياب وسائل الحمايه للعمال. العامل ملي كيخرج يخدم راه خصك تعطيه القفازات وتعطيه الكمامات وتعطيه الوسائل باش يجمع داك الزبل. نعم. راه انت شحال من مره حضرت علينا كنجمعوا الزبل من الارض بالكرتونه. واش ديال فترة التحمل فيه الكرتونه؟ ما كايناش. نعم. فين كتمشي هاد الفلوس هادي؟ حسب هذيك كيما جبتي هضره ديال فترة التحملات، هادي واقيلا شي عام باش جابوا هاد الكاميونات الجدادين اللي كانوا جاو داروا محا بوبليسيتي المغرب الجديد، يعني كان واحد الكاميونات شفناها وكان واحد الضجه، يعني كما نقولوا واحد الضجه كانت. لا. يعني بالقانون اللي كان دار ان كان خاص ان تكون واحد المخالفه الشركه اللي دارت هادي داكشي هذاك، انتم كعمال واش طبق ولا ما طبقش؟ هاد الشيء هذا خصو تسهر عليه، هاد الشيء هذا خصو تراقبوا، جماعه العرائش هي اللي خصها تراقبوا. نعم. انا كعمال يعني ما ماشي حنا اللي كنراقبوا واش نفذت الشركه الالتزامات ديالها ولا لا، هذيك السلطه وشنو سميتها والمجلس البلدي خصو يراقب هذا الشيء هذا. حنا كنسجلوا ان الشركه ما عندناش باش نخدموا، يعني حنا ما كنتحملوش المسؤوليه ديال الزبل اللي كيبقى. بالاضافه لهذا الشيء هذا، الشاحنات هذا السيد هذا ما كيصلحهمش، اذا فين كيمشيو الفلوس؟ السؤال هذا السؤال اللي كنطرحوا هنايا. الا الشاحنه خسرت وما تصلحت شيء، شكون كيتحمل المسؤوليه ديالها؟ زائد خصك تكون عندك شاحنات سكر هنايا اللي تخدم بهم، ولا تحصرت لك هذه يكون عندك باش تخدم، هذا ما عنده باش يخدم. واحد النقطه ديال الشاحنات مخسرين، يعني كما سمعنا قبيله شي الاخوان كاين كيقول ما كاينش السنيه، كاين كيقول شنو كاينش هنايا فران. اذا لا 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 لا، واحد النقطه انا نسمع راه واحد النقطه، هذاك الشيفور اللي كان غادي فران ما كايناش وضرب شي طوموبيله، شكون كيتحمل المسؤوليه؟ واش الشيفور ولا الشاحنات؟ فيهم الفران ناقص، ما عرفناش حنايا حتى الشاحنات واش عندهم الاوراق ولا ما عندهمش. حنا هادشي هذا كاملين خصنا تجي لجنه خايف تفحص هاد المسائل هاد. نعم. هاد المسؤول هنايا على البارك ملي كيجيو عندو العمال على شي حاجه ديالهم ما كيعطيهالهمش، ملي كيجي الصيفه ديال الشاف بارك هذا، ملي كيجيو عندو على الشطابه كيقول له ديباني، واش هاد العامل يمشي يشري الشطابه؟ شحال من واحد كيشطب الشطابه ديال الدار ديال الوالده ديالو كيجيبها وكيشطب، فهمتي؟ زائد البرامل، فين هو البرامل باش يجمع هاد العامل ديال الكناسه باش يجمع ديك الزبل ديالو؟ ما كايناش البرامل. الزبل ولينا كنجمعوها من الكرتون من الارض. مؤخرا كنشوفوا بلاصه البرامل كنلقاو كرتونه، وراه الشركه اللي كتحمل المسؤوليه. زائد الشركه ما مفروضش علينا نجمعوا داكشي، ولكن غيرة منا على المدينه كندير. وملي كنهضروا معاه كيقول لك انا مو الشركه ما كيعطينيش الفلوس، وهذا الشيء هذا خص جماعه العرائس، رئيس المجلس البلدي والسيد العامل يشوف هذا الكلام هذا، يشوف هو صحيح ولا لا. المسؤول على بارك يقول لك مول الشركه ما كيعطينيش الفلوس، خصنا نعرفوا واش باش يصلح، كيقول لك ما كيعطينيش الفلوس باش نصلح، يعني مول المسؤول على بارك كيحمل المسؤوليه الباترون، وحنا ما عرفناش هذا الشيء هذا هو صحيح ولا كذوب. بغينا خاي المسؤولين على المدينه يجيو يشوفوا هذا الشيء هذا، حيت ما يمكنش المدينه تمشي ضحيه وحنا ضحيه. ملي تقول له طيني الوانتيز ديالها يقول لك سير قود عليا، وهذيك لا ماذا؟ وما يمكنش، انا راه ما خدامش معاه باش يقول لي هذا، ماشي زعما ما خدامش معاه. حنايا بهذا التعسف، حنا ماشي في عصر العبوديه،
حنا راه عندنا واحد العلاقه كتعطرنا الاحترام بيناتنا. يعني انا ما جيتش عندك قلت لك شي حاجه اكثر منها، انا قلت لك عطيني باش نخدم، عطيني الوانتيس باش نهز الزبل. نعم وكيدير التعامل ديال الاداره معكم في القضيه ديال الاجر ديالكم؟ حيت كان الشركه كنزادوها الفلوس والعمال كاملين، حتى واحد ما تحسن له الوضعيه ديالو. خدامين غير بالسميك حنايا هنايا، والسميك راه كيعطيوه للناس لذاك اللي شي واحد ما كيعرف يدير والو. والسميك دائما النظافه ولا السميك؟ واه السميك عادي ديال الليل عموم، السميك لحد الادنى للعصر باش الميزانيه بالملايير، والخدام كيخدم بالسميك. نعم فهمتي، وهذا هذا لا يعقل. النظافه ديال المدينه راه اول اساس فيها هما هاد العمال هذا، الا بغيتي تنظف راه خصك تهتم بهاد العمال هادو وتحسن الوضعيه ديالهم باش حتى هما عاوتاني كيتحمسوا وكيعطيو. ولكن العمال 4 سنين وحنا خدامين حنا بلا والو. حسب لي المسنق ولا في الاخوان كان كيهضروا انكم دابا حيت الكراج ديال الشركه جا بعيد، يعني كنشوفوا يعني كاين الاخوان اللي يعني كيما نقولوا كيجبروا الطاكسي ولا كيجيو على رجلهم على حسب المسافه، ما عندكمش طرق. كاين اللي كيصبر الطاكسي، وكاين اللي كيعيطوا للمسؤول اللي هنايا داير واحد هنايا زعما عنده واحد الاخر باش يوصل غير السائقين على الاقل، يجيب غير السائقين والسائقين غيمشيو يدوروا على الخدام. ما كيبغيش كيعيط له كيقول له انا في الرباط، انا في طنجه، انا في ما نعرف فين، ما كيتماطر ما كيبغيش يوصلوا. هذا المشكل هذا ديال الترونسبور، ما كيبغيوش يوصلوا السائقين. مشكل ديال الكمامات والقفازات، يعني راه وزاره الصحه وصاحب الجلاله الله ينصرو يعني الاحتياطات اللي كيديروا باش من اجل يحدوا بهذا الوباء هذا، ولكن كنشوفوا هذا المسؤول هذا ديال الشركه كيخرجنا حنا نخدموا هكا، وراه هذا حتى واحد ما يقبل عليه، حتى واحد ما يوافق عليه. حنا راه كنشوفوا العمال واحد اخرين، ها هي القصر ها هنايا، شوف كيفاش خدامه. انتما كما يعني كما قلت قضيه الوقايه وقضيه الامراض اللي يعني انتما التعامل ديالكم يوميا مع الازبال، واش كتستافدوا يعني من مسائل التغطيه الصحيه؟ واش كيضربكم شي ابره ديال الامراض ولا قول الوانطاس ما كاينش ما يكونش الاخر؟ دابا كما قال لك الاخ يعني حقنا وحده اللي عندنا الابره هي ديال خدم وسكت. ناضوا واحد الاخوان كانوا هضروا على المشكل هذا ديال الشاحنه كانت محصره، قطعوا لهم واحد، قطعوا له 14 يوم وواحد قطعوا له 4 ايام على هذا المشكل هذا، قطع لهم هذا، عيط قال لك الباترون، والباترون عيط المسؤول ديال الاداره وقطعت له. يعني باش ما يهضرش؟ باش ما تهضرش. وهنا ولينا كنقولين كاميون ديمارو ولا تصاب فيه كلاكسون، انا نتحمل المسؤوليه. ها الكاميون الاخر تصاب فيه السينيال، انا نتحمل المسؤوليه. هو خدام، وحنا كان في المدينه خدامين، ماشي خدامين في العروبيه ولا في الفلاحه. نعم. ضروري خص السينيال، كدور بنادم في وجهه كيبقى يخطي فيك. ماشي معقول هذا. كما قلت قبيله ان حتى لو وقعت شي مخالفه انت كتحمل كيحملوك المسؤوليه، كيحمل ما يعقلوش عليك، كيحملوك المسؤوليه. وقع شي حاجه انت كتحمل المسؤوليه. السيد معنا البارح داو له بيرمي هو باقي عندهم. ومن السينيال ما كايناش، الفران ما كايناش، فهمتي؟ غادي نعينا نديبانيو بزاف على هذا الشيء. ماشي معقول هذا. نداء كنوجهوه للسيد العامل انه يتدخل ويوقف هذه الشركه هذه على حدها. كاين مسؤولين هنايا لا علاقه بالمسؤوليه. هو واحد ما كيعرفش يكتب حتى السميه ديالو مقابل البارك على قدو، كيفاش غيدير هذا السيد هذا؟ هذا الشيء هذا اللي كنقولوا، وكنشكركم على الحضور ديالكم، والاخوه اللي عنده شي كلمه ما يتفضل. الاخوان كاملين كيعانيوا، واش عندكم شي كوانتيس؟ لا واحد ما عندكم شي كمامات؟ السلام عليكم. السلام عليكم. انا بالنسبه لي انا كنخدم بالنسبه بالليل، ما عندي لا برميل لا شطاطه. مشيت بغيت نهضر على البرميل ولا الشطابه. يعني انت من الناس اللي كيجمعوا؟ جابوا لي اندار وقطعوا لي. نعم. من هضرت معاهم كذا وهذا بقى كيقولوا لي صافي انا نشوف لك نحلوا لك المشكل. ما حليت حتى شي واحد شي مشكل. هو المدرب يدو قال لي انا غادي نجي نخدم معك 4 ايام، ما شفتي وجههم مره، من تما ما وليت شفت وجهه. ومشات لي قطعوا لي دابا في الشهر الاخر وجابوا لي اندار. جابوك اندار حطيتي عطيني الماتريال؟ قلت له عطيني الماتريال برمي. دابا ما خدام حاليا، خدام بلا برمي بلا ورب ما عرفش رجلين باش كيفاش كيكون بالزبال وهذا اللي كتكون جارينا. هذاك ما عنديش وما عنديش شي ستارت اب. كيقول لك سير قلب عليهم دي باني كذا وهذا، حتى الوقف يعني اللي وقف عليا ما كيجيش مره، يعني مضرورا بزاف مضرورا. السلام عليكم. اللي عنده شي كاني ما السلام عليكم. زياده اضافه على هذا الشيء اللي قالوا الاخوان، بالنسبه للدراري دليل الشطابه ما عندهم شي باش يخدموا. كيجيو الدراري السيكتورات كيعيطوا، ما يعيطوا للمسؤول ديالهم كيقول لهم راه ما كايناش الماطريه، جمعوا بيديكم. الدراري ما عندهم شي شطاطه كيجمعوها بيديهم، ملي كيفيق المسؤول في الصباح كيبقى يكتب لك في الاندارات واش جيب لي الماطريال باش نخدم عادي، الا ما درتي خدمتي جيب لي الاندارات. هذا واحد من الاخوان عنده اندار، هذا ما عندوش الماطريال، ما عندوش باش يخدم، مشى هدر على الماتريال ديالو باش يخدم به، جابوا له اندار وجابوا له القطع. هذا واحد من الاخوان.
وانتم دابا كنقابه في هذا الموضوع ديال العمليه يعني انتم كتبنوا حنا كندخلوا نشوفوا شنو المشكل ولكن ما كايناش مع من تهضر ما كايناش الاداره كاينه واحد المسؤوله تما في الاداره ما كتجيش كتخلص ما كتجيش هذه خصها السلطه هي اللي تجي تحل هذا المشكل هذا كاتبه في الاداره ولا مسؤوله ما عرفناش حتى الصفه ديالها ما عندهاش ما عرفناش حتى الصفه ديالو واش كاتبه ولا مديره واحد النقطه واحده اخرى حتى هذا المسؤول اللي داير لنا دابا على البارك كان 3 سنين هو موظف شبح كيتقاضى مبلغ كبير من الميزانيه ديال 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 المدينه وما كيناش كيخدم سائق عند صاحب الشركه حنا في الورق ما عندنا السائق هنايا ديال صاحب كان كيخدم معاه كيمشي سافر معاه كيوصلوا كيتخلص وما كيخدمش موظف شبح هو موظف من المجموعه من الموظفين الاشباح اللي كاين هنا في الشركه وكيصبر مبلغ كبير ومني ملي استقل الخبر ان الشركه غيفسخوا معاه عاد زال لهنا داروا شاف بارك وما قدش بالمسؤوليه هو النهار اللي جا والمدينه اللور من النهار اللي جا والمدينه اللور حنا كنحملوا المسؤوليه وكنحملوا صاحب الشركه المسؤوليه وهو كيقول صاحب الشركه ما كيعطيهش الفلوس وصاحب الشركه كيقول لك راه كيعطيه الفلوس بس وكيخليونا حنا هنايا الوسط وتحيه نضاليه اخيرا السيد العامل لان هو اللي معناها كيتحمل مسؤوليه كبيره ولا كيتابع الشركه سردنا واحد المراسله للسيد العامل شرحنا له فيها الوضعيه اللي كتعرفها الشركه على اساس انه يكون شي لقاء بين المكتب النقابي ديال الاتحاد الوطني للشغل وبين المسؤولين ديال المدينه باش نبسطوا هذه المسائل هذه ديال اللي كيعيشوها العمال ونشوفوا لقينا شي حل تبارك الله حنا كنبقشوا على الحل لينا والمدينه ما لقيناش شي حل القانون كيعطينا عاوتاني الاجراءات القانونيه النضاليه ديالنا اللي نقدروا نديروها واخا ما عندنا لا برميل لا شطاطه لا شي حاجه وهي تكون خصنا تكون المدينه ديالنا شاطبه نقي هذيك الخدمه وشكرا للموقع العرائش اونفو على التغطيه ديالو المباشره وعلى الاهتمام ديالو بالمشاكل اللي كتعرفها الشغيله ديال النظافه في العرائش شكرا سي انوار شكرا جميع الاخوان شكرا جميع الاخوان تحيه نضاليه للاخوان ديال العمال ديال شركه تحية لجميع المتتبعين الموقع موقع وصفحة لرش أونفو من هنا من المقر ديال شركة ديال هنكول بالمغرب الجديد لأنكم تغطية خاصة لوقف التشجيع لعمال الشركة شكرا والعرايس يا نوارا خرجوا عليك الشفارة والعرايس يا نوارا
انسحاب العمال ديال شركه هنكول شنو ممكن تقول لنا هذا الوقت؟ اولا السلام عليكم والتحيه الايطاليه لجميع الاخوان والتحيه المنابر الاعلاميه اللي حضره معنا اليوم. اليوم العمال ديال القصر الصباحيه جينا هنايا باش نشتغلوا باقي هذا المطريه الاولى اللي غادي نشتغلوا العمال من الكاميه الصباح ومواطنينا تحية جوج كل متابعين ديال لاراش اونفو موقع وصفحة لاراش اونفو. لقيتونا هنايا كنتواجدوا هنا بمقر ديال شركة هنكول اللي لقينا العمال دابا الان دايرين واحد الوقفة احتجاجية كيحتاجوا على حسب ان ما كاينش الماتريال باش يشغلوا العمال هما كما كيقولوا في الشعارات ديالهم، ولكن كان الماتريال ما كاينش. حسب اللي كنشوفوا الان دابا هنا كيبان الشركه يعني جل الشاحنات ديالها كاملين واقفين كما كتشوف الان هنايا. الشاحنات علاش ما كيتسلطوش الحاويات الزبل كامل في الارض، علاش ما كيسلطوش الحاويات؟ ملي كنهضروا معاه كيقول لك انا الباترون ما كيديرليش باش نسري هذا الشيء، ما تهضرش معايا انا سير هضر مع الباترون. دابا ما عرفناش الشكل اللي صرها بشي دابا هذا المسؤول هذا اللي داير هنايا على البارك ما كاينش هنايا ولا كاين بعض العمال كيمشي كيقطع لهم كيعيط للشركه كيقول له هذا راك جينا هنا في الحي هذا.